نغم ليها مجموعة من الأسئلة، بعضها نجيبها النهاردة والبعض الآخر في الحلقة المسجلة خاصة بالرد على الأسئلة. بتسأل ليه إيه الحكمة يعني من إن المطلقة عدتها 3 شهور وإن الأرملة 4 أشهر و10 أيام؟ العدة الحكمة منها تعبدية، يعني بنعمل ده وقالوا سمعنا وأطعنا، فبنعمل ده تعبدا لله سبحانه وتعالى الآمر بذلك. ما بنقولوش ليه صلاة الصبح ركعتين وصلاة المغرب 3 ركعات. إذا كانت هناك أقوال لبعض العلماء فهي في الحكم، إيه الحكمة من ده، تمام، وبحثوا بقى في بعض الحكم، لكن العلة فيها هنا، العلة هنا تعبدية يا صاحبة السؤال. بالنسبة لي